أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. استشهاد شخصين وإصابة نحو 40 شخصا في جريمة إرهابية هزت مدينة الشهر. السلطة المحلية وشركة النفط والمستورد يتفقون بيع البترول التجاري ب 280 ريال يمني للتر الواحد. مؤسسة ميديا ساك تقيم محاضرة المناصرة الإلكترونية وآلياتها للمبادرات التطوعية بالمكلا. أهلا بكم. استشهد شخصين وأصيب نحو 40 شخصا جراء انفجار قنبلة يدوية رماها مجهولون على مركز شرطة مدينة الشحر ولاذ بالفرار. وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية الشحر أن الأجهزة الأمنية تكثف من عمليات البحث والتحري في الوقت الراهن لضبط العناصر الإجرامية التي تسببت بالحادثة المأساوية في مدينة الشحر. وأوضح المصدر لمركز الإعلام الأمني أنه في مساء الجمعة قامت عناصر إجرامية برمي قنبلة صوتية أمام مبنى مركز الأمن الجديد في المديرية، فتجمع المواطنون لمعرفة ما حدث. وعند محاولة قوات الأمن تفريق تجمهر المواطنين من أمام المبنى انفجرت قنبلة يدوية أخرى وسط المواطنين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 آخرون بجروح أغلبها طفيفة نقلوا على أثرها إلى مستشفيات المدينة. وجدد المصدر تأكيده أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في حماية المواطنين وستقف بحزم وقوة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وكل من يعكر صفو السكينة العامة. استنكر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف معسكر الأمن بمدينة الشحر منطقة المحط مساء الجمعة. وترحم محافظ حضرموت على روحي الشهيدين أمير محمد علي إبراهيم وأحمد حسن البحسني الذين لقيا حتفهما في هذا الحادث الإجرامي، ووجه بعلاج كافة المصابين والجرحى على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة. كما وجه المحافظ بتشكيل لجان عسكرية وأمنية للوقوف على ملابسات هذا الحادث الإرهابي وسرعة الكشف عن مرتكبيه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وحث محافظ حضرموت المواطنين على ضرورة مساندة الأجهزة العسكرية والأمنية والإبلاغ عن أي عناصر أو جماعات يشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية. كما دعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أي موقع يتعرض لمثل هكذا حوادث، وذلك لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر. هذا وأصدرت السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بيانا حول الحادث الإجرامي الإرهابي الذي شهدته مدينة الشحر معبرة عن استنكارها الشنيع للجريمة الإرهابية، متوعدة بأنها سترد الصاع بصاعين وستلقن هؤلاء المجرمون دروسا لن ينسوها طال الوقت أم قصر. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون في مدرسة أبي ذر الغفاري للبنين بمنطقة فوة مختبرا علمي نوعي متكامل مع مشروع تحسين البيئة المدرسية. وخلال الجولة على المختبر والالتقاء بالإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات والاطلاع على مدى استعدادات إدارة المدرسة لخوض تلاميذها وطلابها اختبارات الفصل الدراسي الأول من حيث التهيئة الملائمة والمناسبة لهم، أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاستفادة المثلى من هذه الإمكانيات لتحسين نوعية جودة التعليم ومخرجات وإظهار أثره على التلاميذ والطلاب في التحصيل العلمي. وعلى صعيد متصل افتتح الوكيل عبدون المختبر العلمي الجديد والمتكامل وإعادة تأهيل المكتبة مع قاعة الأنشطة والاطلاع على جناح الوسائل التعليمية
من خامات البيئة المحلية في مدرسة 22 مايو للبنات للتعليم الأساسي بحي السلام. وأشاد الوكيل عبدون بمستوى الانضباط والاستقرار الذي تشهده المدرسة في العملية التربوية والتعليمية. قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي بأنه تم الاتفاق مع قيادتي فرع شركة النفط بالمكلا ومكتب النفط بساحل حضرموت وشركة حضرموت العالمية للطاقة المستوردة على بيع مادة البترول التجاري ب280 ريال بدلا عن 295 ريالا ابتداء من يوم السبت، وأن سعر البترول المدعوم ب260 ريال جاء ذلك لمناقشة الزيادة التي طرأت مؤخرا في بيع البترول التجاري. وأوضح مدير عام فرع شركة النفط بالمكلا الدكتور خالد العكبري بأن عملية بيع البترول التجاري تضاف على سعر التاجر 20 ريالا. من جانبه بين مدير شركة حضرموت العالمية للطاقة المستورد عبد الله البسيري بأن شركته مع ما يتناسب مع السلطة المحلية لخدمة المواطنين وللتخفيف عنهم هذا، وخرج الاجتماع بالاتفاق على أن يباع البترول التجاري ابتداء من يوم السبت ب280 ريالا بدلا عن 295 ريال، وعلى لجنة المشتقات النفطية إعادة النظر في البند رقم 2 من التعميم الصادر من شركة النفط بتاريخ 3 ديسمبر من العام الجاري فيما يخص البيع التجاري المحلي. وأشار الوكيل العمودي بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسري واهتمامه الدائم باستقرار بيع مادة البترول للمواطنين وعدم الزيادة، مثنيا على الجهود التي تبذلها شركة النفط وشركة حضرموت العالمية للطاقة لتعاونها الدائم واستجابتها السريعة. اطلع مدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العبودي على عمل منظمة انترسوس العاملة في القطاع الصحي في مديرية حريضة ضمن مشروع تقديم الخدمات الصحية والتغذية الكاملة. جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه مدير منظمة انترسوس الدكتور خليل بامطرف، حيث استمع الدكتور العمودي طبيعة عمل المشروع وتدخلها في مديرية حريضة من قبل مديرة المشروع الدكتورة خليل بامطرف، التي أوضحت بأن المشروع سيتدخل من خلال توفير عربتين طبيتين متنقلتين تتنقل في جميع مناطق المديرية. من جانبه أكد مدير مكتب الصحة بالوادي والصحراء بأن مكتب الوزارة لن يألو جهدا في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات للمنظمة في تقديم خدماتها الإنسانية تجاه المجتمع. اختتمت الدورات التأسيسية في معالجة أمراض سوء التغذية للكوادر الصحية بالمرافق الصحية بمديريات وادي وصحراء حضرموت التي تنفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي وبتمويل منظمة اليونيسف العالمية للطفولة. وتهدف الدورات إلى كسب المشاركين المعارف والمفاهيم حول أمراض سوء التغذية وخطورتها وطرق علاجها لدى الأطفال والحوامل والمرضعات لتخفيف حالات الوفيات. واستفاد 40 كادرا صحيا من مديريات وادي حضرموت على مفاهيم ومعارف علمية وتطبيقية حول التعريف بسوء التغذية الحاد الوخيم والحاد المتوسط لكل من الأطفال والحوامل والمرضعات. إلى ذلك واختتم الحفل بتكريم المشاركين والمشاركات بشهادات المشاركة. أقامت مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية المحاضرة التوعوية حول المناصرة الإلكترونية وآلياتها للمبادرات التطوعية بقاعة مؤسسة متطوعون بالمكلا. وتطرقت المدربة سبا عبد الرحمن العمودي في محاور الدورة إلى مفهوم التسويق واستخدام التقنيات والاستفادة منها في حملات المناصرات التطوعية وكيفية استخدام الأدوات وطرق نشر المحتوى في وسائل الإعلام بطريقة سلسة والتعامل مع العصر التكنولوجي الحديث،
كما حث مدير المتطوعين بمؤسسة متطوعون ماجد بن جعاه الشباب على تفعيل نشاط الملتقيات والفرق التطوعية في خدمة المجتمع واستخدام الوسائل الإلكترونية في منفعة الأعمال التطوعية. وأكدت مديرة مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية أرينا باسماعيل على دور المؤسسة في خدمة الطيف الإعلامي وتأهيل الشباب ومناقشة المجالات التي تهم الشباب في المرحلة القادمة. اختتمت الدورة التدريبية للتصوير الفوتوغرافي بكلية البنات بجامعة سيئون التي نظمها فريق بصمة عطاء التطوعي بالكلية بتمويل من مؤسسة بن حبريش للتنمية وبالتنسيق مع عمادة الكلية. واستهدفت الدورة 40 فتاة من طالبات الكلية تلقين على مدى 6 أيام معارف ومفاهيم وخبرات في جانب التصوير الفوتوغرافي نظريا وعمليا من قبل مدرب الدورة أبو بكر فرج علوة. وفي حفل الختام أكدت عميدة الكلية الدكتورة رجاء مطلق بأن هذه الدورة تعد الأولى وتخرج أول كادر إعلامي نسوي والذي سيغطي مختلف أنشطة الكلية. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الإنشادية الراقصة وعرض أبرز الأعمال التصويرية لمخرجات الدورة عبر جهاز البروجكتر. واختتم الحفل بتكريم مؤسسة بن حبريش للتنمية بشهادة الشكر والعرفان ومدرب الدورة والمشاركات بالدورة بشهادات المشاركة. اختتمت المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لطلاب كلية القانون بالمكلا والذي نفذته الكلية بدعم من مؤسسة حضرموت للتدريب والدعم القانوني. واختتمت المرحلة الأولى بدورة في إجراءات المحاكمة قدمها القاضي سعيد بلبحيث قاضي محكمة غرب المكلا الابتدائية، حيث قدم شرحا مفصلا عن القوانين الإجرائية وأهميتها وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء من مرحلة القيد لدى قلم الكتاب وترسيمها وإجراءات السماع القضائي وتقديم أدلة الإثبات حتى الفصل في موضوع الدعوى بحكم قضائي. واختتم القاضي سعيد بلبحيث دورته بمحكمة صورية للطلاب لتدريبهم ولتجسيد إجراءات المحاكمة بصورة واقعية ليتم تأهيل الطلاب بشكل تطبيقي على إجراءات المحاكمة. احتضن ملعب الشهيد جواس بسيئون وسط حضور جماهيري كبير مباراة سيئون والتلال العدني ضمن فعاليات احتفالات حافة الحوطة السنوية بمطلعها السنوي تزامنا مع الذكرى 700 لحولية الإمام الحبشي. وانتهت المباراة بفوز سيئون على التلال بهدف نظيف سجله اللاعب وليد باصبيع. وفي ختام المباراة قام ضيوف المباراة بتسليم كأس مطلع المطالع لكابتن سيئون وسط فرحة جماهير سيئون، كما كرمت حافة الحوطة المركز الأول والثاني لأبطال ألعاب القوى للفرق الشعبية التي نظمت بالمناسبة، كما تم تكريم مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة وهيئتي إدارة نادي سيئون والتلال وعدد من الشخصيات الرياضية التي ساهمت في إنجاح الأنشطة الرياضية، كما كرمت الهيئة لنادي التلال حافة الحوطة بسيئون ونادي سيئون بدرع النادي. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. استشهاد شخصين وإصابة نحو 40 شخصا في جريمة إرهابية هزت مدينة الشحر. السلطة المحلية وشركة النفط والمستورد يتفقون بيع البترول التجاري ب 280 ريال يمني للتر الواحد. مؤسسة ميديا ساك تقيم محاضرة المناصرة الإلكترونية وآلياتها للمبادرات التطوعية بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.